يلا امشي امشي. وش اسمك؟ علي. شو صار عندكم يا علي؟ ندرس هلا في الهواء واليهود اجوا هدوها لنا. ليش؟ ليه؟ ما بدهم يخلونا نقرا. هذا أمر تركوه على موقع هذه المدرسة بعد ما أنهوا عملية الهدم والمصادرة، يوضح فيه المضبوطات اللي تم ضبطها من الاحتلال الإسرائيلي اللي هي كرفانات كبيرة عدد 2، 38 كرسي للأطفال، 15 طاولة للأطفال، 3 دورات مياه. الطلاب تأثروا نفسيا بهذا الموضوع، يعني انهم ما عم بحسوا بالامان، عم يجوا هم خايفين انه هلا رح يجي حدا، هلا رح يهدم حدا، فهذا الشيء طبعا بيأثر سلبي على نفسيتهم.